بعد سنة من تنصيبها، يبدو حسب متابعينا أن لجنة الذاكرة المشكلة مناصفة بين خبراء ومؤرخين جزائريين وفرنسيين تسير على نهج صحيح، فثلاث لقاءات كانت كافية للاتفاق على جملة من النقاط، أبرزها استرجاع الممتلكات المنهوبة من قبل فرنسا خلال الفترة الاستعمارية الممتدة على مدار قرن وربع، وحتى ما تم تهريبه من أرشيف متعلق بالفترة العثمانية. مليونين من الوثائق، وهي مهمة جدا، تم القرن 19 والقرن 20، وأيضا من النتائج نتاع الجولة هذه هو إعادة الممتلكات المنهوبة، خاصة ممتلكات الأمير عبد القادر، هذه أيضا توفق عليها. أكثر من 500 جمجمة تعود لرموز المقاومة الشعبية الجزائرية هي محل تباحث بين لجنة الذاكرة المشتركة لاسترجاعها واستكمال التعرف على رفات قادة المقاومة، مع إحصاء مقابر الأسرى المنفيين وقتها والسجناء الجزائريين ووضع قائمة اسمية لهم. كرونولوجيا زمنية ودلائل لما حدث تلك الحقبة ستمكن الجزائر لأول مرة منذ استقلالها من فتح الملفات العالقة التي تخص ماضيها. هذا المادة الأرشيفية تمثل أو توثق لمرحلة مهمة جدا من تاريخ الحركة الوطنية أو التاريخ النضالي للمقاومة الشعبية أو حتى فترة الثورة التحريرية وما صاحبتها من اغتيالات إلى آخره، كما أن هذا المادة الأرشيفية والممتلكات تسمح للباحثين الجزائريين بكتابة التاريخ الجزائري بأقلام جزائرية بمنهجية جزائرية بكل سيادة. وكانت لجنة التاريخ والذاكرة المشتركة قد انبثقت من اتفاقيات موقعة بين رئيسي البلدين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي، كخطوة وصفت بالشجاعة لفتح التاريخ المشترك بين البلدين والذي ظل محل تجاذب لعقود. كثيرا ما عرقل ملف الذاكرة التطبيع في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، فهذه الأخيرة ترى ضرورة طي صفحة الماضي والمضي نحو المستقبل، أما الجزائر فتواصل إصرارها على فرنسا ضرورة تقديم طلب الاعتذار عن جرائم الماضي. نهى الزرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.